السياحة قبل العيد بيوم أصدرت بيان، يعني هي توقعت أنه خلال هذه الأيام أيام عيد الأضحى المبارك أن هيئة السياحة تستقبل، يعني بتتوقع أنه هي تستقبل أكثر من 300 ألف يعني زائر وسائح خلال هذه الأيام القليلة، سيتوافدون إلى أقليم كردستان سواء من داخل العراق، من الجنوب، من الوسط أو من خارج العراق. يعني حقيقة الأجواء جميلة وهادئة هون في مدينة أربيل، يعني بعد ساعات العصر وساعات المغرب تزداد، يعني يزداد أعداد الوافدين إلى مركز المدينة. حقيقة في هذه الساعات يكون الوصول إلى مركز المدينة نوعا ما يستغرق بعض الوقت نتيجة الازدحام الشديد لتوافد الزائرين والسائحين إلى هذه المنطقة.